اوعي ايه؟ المدام جت، المدام جت، طيب اوعي اوعي هتقتل المدام. انت بني ادم عدل، وقف باحترام. هو يا هانم خنا خلاته خرشوف ايه خانون خانون هو يا هانم خانون. اهلا يا هيام هان. مولاي انا 100 مره اقول لك انا ما اسميش هيام، اسمي هيام. امال ايه هيام ده؟ مفيش، ابويا راح يسجل اسمي في السجل المدني، وطبعا انت عارف ان هو اخرس. الموظف بيساله اسم البنوته ايه، قال له هيام، فسماكي هيام. لكن انا اصلا اسمي هيام عبد الله، مدرسه احياء في الثانويه بنات. لكن هيام برضو ليه وقع كده، تحس ان في عظمة. هيام هيام يا مولاي، هيام اللي في المسلسل قمر عني. انت اللي قمر، بس هي بزيادة. انت اللي قمر، مين اللي بزيادة والنبي؟ انت مش ده، انت المجموعة الشمسية كلها. مولاي فين فيروز؟ فيروز اكيد في التلاجة. هزار سلاطين. فيروز. نعم يا مولاتي. قابل راحة عليها عشان ما تفرش. سلاطين دايما دمهم تقيل كده. نستأذن انا والشخص، تعال اتفضل. وايه الريشه دي وقعت منك؟ اتفضل اتفضل، خد في ريشه كمان. ايه سيبها سيبها، نقعد ساعه في الريشه. فيروز. نعم يا مولاتي. في جواري جديده جت النهارده؟ اه في 2 جم الصبح يا مولاتي. حلوين؟ لا هو انا ما شفتهمش، بس انت قلقانه من حاجه؟ يعني موضوع الجواري ده بقى كبير قوي وكتير قوي. ايه كميه الجواري اللي عند السلطان ده؟ طالع بجاريه نازل بجاريه. تخيل يا فيروز، امبارح بقلعوا الروب، طلعت جاريتين من تحت باطه. في ايه؟ انت جايه تتضايقي دلوقتي يا مولاتي بعد ما بقى عنده 300 جاريه؟ ما هو عشان الموضوع ده بقى يا فيروز، انا عايزاكي تقومي لي بمهمه. لو عملتيها زي ما انا عايزه ليكي عندي مكافاه عظيمه. مكافاه ايه يا مولاتي؟ طبق كشري من ابو طارق عليه شويه دقه من فوق، تاكليه من هنا تفلقي الدنيا من هنا. كشري؟ اه. طب انجاز عايزه ايه؟ بنت. ازاي تكلمي حضراتنا بهذا الاسلوب؟ فلت سيس خسيس خرسيس. عفوا يا مولاتي. بصي يا فيروز، خدي السم ده، حطي لي الجواري في الاكل بتاعهم. انت عايزاني اقتلهم يا مولاتي؟ ومين قال لك ان انت اللي هتقتليهم؟ امال مين اللي هيقتلهم؟ السم هو اللي هيقتلهم. بحب الضحك قوي. طب خلاص حاضر يا مولاتي، بقى ما تصدعيناش. بنت، ازاي تكلمي حضراتنا بهذا الاسلوب؟ فلت سيس خسيس خرسيس. ايه سيس خرسيس اللي عماله تقوليها دي؟ هو مش احنا اتراك؟ ايوه بس بنتكلم مصري عادي. عادي المصره؟ ازاي؟ بنت، فلت سيس خسيس خرسيس رمسيس عدم 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 جيزه. نعم يا مولاتي. عرفتي هتعملي ايه؟ عرفتي يا مولاتي هتعملي ايه؟ هشتغل لك تباع. برافو. سلطانه دمها يلطش. يا بنات يا بنات بعد اذنكم تعالوا. ايوه يا ست فيروز، خشي بقى يا ست بركه. طلعتي عينيا حرام عليكي. هو انا اللي قلت لك العبي بيا حليب يا لبن ولف الحرام لك؟ انا اللي قلت لك، انا اللي جبته لنفسي يا ستي. بس قولي لي يا بنت، ايه رايك في اللوك بتاع الست شوشن بدر في مسلسل ساره؟ فظيع. انا بحبك في كل حالاتك يا ست بركه. انا نفسي اعرف يا بكشه انت بتحبيني ليه؟ عارفه سر حبي ليك ايه يا ست بركه؟ اه نفسي اعرف. نفسي اتعلم منك كده واخد من خبرتك. اديكي من خبرتي؟ انت هتجيبي البقدونس والكرات والشبت، هتروحي منزله الشبت جايبه جشتين زيت عشان شبت ايه وكرات ايه؟ وبقى ما ناخد بقى القلقاسه دي نقطعها ونعمل قلقاس. في ايه وانا بقول
بقولك عايزه اتعلم الطبيخ، اقولك عايزه اخد من خبرتك. اسمعي بقى حرام عليك، خبرتك انت هنا في القصر من زمان، عارفه بقى السلطان بيحب ايه بيكره ايه كده يعني. السلطان المكس ده ما تجيبش سيرته تاني، انا بكرهه. معرفش يا اختي ما بيحبنيش ليه، كل الجواري يروحوا له ويجوا من عنده وانا ما بيختارنيش ولا في اي ليله. معلش حقك عليا انا يا ست بركه. المهم احكي لي بقى كده على ايام زمان كنت بتعملوا فيها ايه. ايام زمان شفتوا عز ايه انتوا ولا تهنيتوا فين؟ شايفه يا بنت رسمه العين دي؟ الله، دي من ايام الفراعنه ما اتمسحتش. لو انت هنا في القصر من ايام الفراعنه. كانت ايام كلها عز. كان الجنيه الحجر ده ناخده ونطلع على القناطر نأجر عجلات حربيه ونقعد نلعب ونجاتا تاخر جاتاتا. بعدها بقى ايه، نطلع شمال على مقامك على سينما سهير ونجيب شكوبوني وفستق ولوز ونتبسط. الله، وكنت بتلبسوا ايه بقى يا ست بركة؟ لبس لا ايه، اكل المنجب والكت ونمشي بقى ايه وسط المعابد كده نتأنتك. الله، بصي ملبسنا طويل ووحش ازاي؟ بحارة ويقول لك جواري قال. مش فاهم، عمال يلعب في القصر بقاله كتير. عمال لي نونجا تورتوز. بقول لك ايه، والله حكاياتك يا ست بركه زي الفل، بس احنا ورانا شغل كتير. فين كريمه وفهيمه؟ جايين ورايا. يا كريمه يا كريمه. جاي جاي، شو بدك مني؟ شو بدك مني؟ ايه انت شو بدك مني؟ ايه شو بتريدي مني حياتي؟ انت كنت فين؟ انا كنت مع فهيمه جوه. وهي فين فهيمه؟ يا فهيمه يا فهيمة وينك؟ تعي لهون. ياه، ما قلنا جايين، يعني هي الدنيا طارت. ادي فهيمة جت اهي، ده ربنا خلق الدنيا في ست ايام، فيه ايه عايزة ايه مني؟ انت شو كنت بتعملي؟ كنت باخد غيارات السلطان فمين في الفاسقية. انت عم تمزحي؟ ايه؟ بيمزح واكلس واطبخ. حياتي ان احنا هون بشغل. اسمعي، انا قررت انه نقتل هيام خانم. يوه، وماله نقتلهي؟ ما نقتلهاش ليه؟ انت اللي رح تقتليها. لا اقتلهي لا، اغزها لكن اقتلهي لا. خلص، انا عرفت مين اللي رح يقتلها. مين؟ الحاجة بركة. هيدي اجر برا واجر جوه، يعني اذا قتلتها وانعدمت ما رح نخسر شي كبير، ما هيك؟ ما هيك طبعا. اوكي يلا افتحي معه الموضوع واتركي الباقي لالي. استنى يا حجي بركة. تعالي يا اختي، وحشاني والله. ازاي؟ زيك يا بنت، ازاي امك عامله ايه؟ بتسلم عليك. تعالي يا اختي، عايزينك كده في موضوع كده على مقوسهم يعني. اتفضلي يا بنت. بقول لك ايه، احنا قررنا نقتل